مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم رح نكمل بمخبر المعالجات 8086، الجلسة الثالثة اللي هي عم تحكي عن المقاطعات. شو هي المقاطعات بشكل سريع جدا؟ هي خلينا نقول عندي نظام تشغيل عم يساوي عملية ما، اجته مقاطعة، فبيروح هو بينفذ هي المقاطعة وبيرجع بينفذ التعليمة تبعه. مثلا عم يجمع رقمين A و B، اجته مقاطعة انه لا انت هلا لازم تنفذ برنامج، بيتركوا الـ A والـ B ما تجمعهم، بيروح بينفذ هذا البرنامج اللي بده اياه، بعدين بيرجع بيجمع الاي او بي. هلا بهي الجلسه كان عندي مقاطعه، هي مقاطعه 21 اتش اللي هي كانت للادخال والاخراج. طب انا شو بدي ادخل ولا اخرج، ولا بدي فوت محرف ولا فوت سترينج، ولا اخرج سترينج ولا اخرج محرف، كيف شو هذا الشيء؟ حسب شو؟ حسب القيمه الموجوده بالاي هاي، مسجل اي هاي اللي هو 8 بت. اول شيء هو شو بيساوي؟ بيروح بيفحص قيمة الاي هاي، بيشوفها شو هي، بعدين بينفذ خدمة الانتربت المناسبة. هلا مشان انا فوت كاركتر، شو بدي اروح اساوي؟ بدي اروح اشحن الاي هاي بقيمة 1، بعدين بستدعي الانتربت 21. شو بيساوي هون البرنامج؟ روح بشيك على الاي هاي، بشوف شو هي، هي 1 2 9 ولا 10، بعدين بيستدعي الانتربت. خلينا نجربها. تمام، عندي ران فوت محرف. هلا هذا المحرف وين بتخزن؟ هذا المحرف بتخزن بالايلو. كمان خلصنا منه. هلا مشان انا اخرج محرف، بروح بشحن الاي هاي بقيمه 2، بستدعي المقاطعه 21 اتش. نفس الشيء، عفوا، انا وين باي مسجل بدي احط القيمه اللي بدي اخرجها؟ دائما بحطها بالديلو. تمام، فانا بدي بروح بشحن الديلو بالقيمه اللي بدي اخرجها، مثلا تكون ال هون، بعدين بروح على الاي هاي بعطيه قيمه 2، بعمل انتربت 21. شو بيساوي الانتربت 21؟ بيروح بشيك على قيمة الاي هاي اول شيء، بيشوف هل هي 0 1 ولا 0 2. اذا لقاها 0 2 فهي اخراج، اخراج بيروح على هذا الريجستر اللي هو دي ال، بيظهر المحتوى تبعه اللي هو هون ال. خلينا نجربه. هاي طبعا لي ال. هلا اذا بدي اخرج انا سترينج، يعني سلسله محارف، شو بدي؟ بدي احدد عدد المحارف، بدي احدد محرف النهايه اللي هو الاس دولار. نظام تشغيل الاس دولار بتقول له لنظام التشغيل انه انا هون خلصت السترينج تبعي، يعني اذا ما حطيتها فهو ما تعرف وين نهاية السترينج تبعي، فأنا لازم أحط له الإس دولار بنهاية سلسلة المحارف تبعي. طيب هون هذا المثال عم يقول لك، عم يعرف سترينج أو سلسلة محارف اسمها مسج، عم يعطيها قيمة هلو، وبعدين بيعطيها إس دولار مشان يقول لها إنه أنا هون خلصت. عم يعمل لود افكتيف ادرس، لود افكتيف ادرس بجيب لي الادرس تبع المسج اللي بالذاكره، يعني بروح الذاكره بجيب الادرس تبعه، العنوان تبعه بحطه بالدي اكس، بعدين اعطيت قيمه الاي هاي 9. قيمه الاي هاي 9 بتامن لي انه انا لازم اخرج سترينج حاليا، بعدين بعمل انتربت. وقت عمل انتربت راح شيخ قيمه الاي هاي لقاها 9. شو يعني 9؟ يعني انا لازم اطلع سترينج. راح على الدي اكس، شاف العنوان تبعه، شاف العنوان تبعه واظهر محتوى العنوان تبعه اللي هو هلو. هي كانت للاوتبوت سترينج. مشان ادخل سترينج انا الانبوت سترينج، بدي اخزن عدد المحارف الكلي، بدي احجز بايت اضافي مشان يخزن نظام تشغيل عدد المحارف الفعلي. بروح بشحن قيمه الاي هاي قيمه 10، بعدين بستدعي المقاطعه 21. خلونا نشوف هذا المثال. راح تساوي سلسلة محارف اسمها مسج، أعطيته 10، ال10 هي عدد المحارف الفعلي، بعدين قلت له روح حط لي 11 0،
11 دي يو بي 0، يعني حطوا لي 11 صفر ورا بعض. انا كان فيني احط 0 0 0 هيك 11 مره، بس اسهل في تابع اسمه دي يو بي بيروح بحط لي 11 القيمه اللي هون هي 0، فانا بحط 11 0. طيب ليش خزنت بايت اضافي هون؟ ليك هون حاط 10 10 محارك، هون خزنت بايت اضافي بيخزن نظام تشغيل عدد المحارك الفعلي يعني، فانا لازم احط له بايت اضافي. عملت لود افكتيف ادرس للمسج، حطيتها بالدي اكس، حطيت اللود افكتيف ادرس للمسج حطيتها بالدي اكس، بعدين شحنت قيمه الاي هاي بالصفر اي، عملت انترابت 21 اتش. شو راح ساوي؟ عملت انترابت، شو راح ساوي؟ راح فحص قيمه الاي هاي، لقاها 0A، 0A يعني input string، يعني أنا هلأ لازم أدخل له string. بعد ما دخلت له string وين دي وين دي يخزنه؟ بأي مكان بالذاكرة، بيروح على DX يلاقي فيها عنوان المسج، load effective address بحط له عنوان المسج بال DX، فراح على DX لقى فيها عنوان المسج، فراح هو على هذا العنوان وحط فيه هي الذاكرة، حط فيه هي هاد string. هيك هيك بيكون input string. هلا هون في فكره قال لي اظهار سلسله المحارك قمنا ادخالها، نبدا من عنوان المسج زائد 2 لان اول بايتين نخزن فيه عدد المحارك الكلي والفعلي. يعني انا فوتت كلمه هلو، هلو هي خمس محارك، خمس محارف، فهو بخزن اول شيء 6 بعدين 5 بعدين بحط لي كلمه هلو. فانا اذا عملت لود افكتيف ادرس رح يروح يبلش من عند 6، فانا ما بدي ابلش عند 6، لا بدي اروح مو العنوان الاول ولا الثاني، روح بلش من البايت الثالث اللي هي حرف ال H، ف يعني روح بطبع هلو. هاي نفسها قبل شوي شفناها هي الاوتبوت سترينج، ويعطيكم العافيه.